بتاعتنا من وش الفخده. ما شاء الله ده زي الفل. وفرديها بالمبط بتاعك بالسمك رفيع عشان السوى. حلو قوي قوي. عشان اعمل مكرونه بشاميل يا لميس لازم يكون عندي ثلاث مكونات: مكرونه قلم بتنسلق 9 دقائق، الحشو بتاعي لحمه على الصاج، بشاميل ده الاساسي، وجبنه بقى شيدر، جبنه رومي، جبنه موتزاريلا، ما فيش جبنه خالص ما فيش مشكله. حلو قوي. تعالي هنا اهو يا احمد حسني نسلق المكرونه 9 دقائق، شويه ملح بالظبط كده، ميه سخنه بتغلي، مش ملح، سنه زيت عشان ما يلزقوش في بعض، واقلب كده، واروح حاطه الكيس المكرونه واروح جايه مقلباه كده، ما تسيبوهوش ساعه ما تنزلي، قلبيه تقلبتين عشان يعوم وياخد اللون الفاتح بتاع المكرونه الفاتح. 9 دقائق بالظبط. والقله بتاعتنا اهي، كل سنه وانتم طيبين جميعا. تعالى اما نشوف ولا عايزينها هنعمل ايه؟ نشيلها؟ امين. هنعمل ايه؟ هنسوي اللحمه على الصاج. تمام. معلقه سمنه ومعلقه زيت، بصلايه ناعمه، مقاديرك قدامك اهي، وتعالى وانا بشتغل كده حسني اعمل الصنف الثالث ايه للمكونات؟ البشاميل. بشاميل بتاعي حاضر 3 معالق زبده، خدي بالك اهو، احطهم في الحله بتاعتي واقدهم دقيق. دقيق قد ايه دقيق؟ مع 3 معالق دقيق وسنه ملح وسنه فلفل ابيض. تمام. واخد ايه، جيب مضرب صغير وابدا ايه امكسهم على النار. اهم حاجه حرارة اللبن عندي 6 كوبايات لبن يكونوا دافيين. يبقى انا حطيت المكرونة، البصلة ادبلها في مادة دهنية، اقلب المكرونة تاني وهي بتتسلق كده، بصي عشان ما تمسكش ببعضها، قلبيها من حل الاخر وتبدا تعوم. واحنا كده كده حاطين الزيت فمش هتلزق في بعض. مش هتلزق في بعض، اهم حاجة المكرونة ما تتسلقش. فاهم ازاي؟ ما تتسلقش، ما تتغسلش. ما تنشطفش. الصيام عامل عمايله. اتخضيت انت. ما تنسليش. ما تنسليش. ما احنا بنعمل فيها ايه؟ بالظبط. زي ما بقول لك كده مخرجنا الدنتي، مخرجنا المبدع طبعا الماستر شيف حسني. ده جاي من ايطاليا. جاي بالظبط، ايطاليانو. على الفرازه.